في جزء مهم كمان في حكاية حريق الكنيسة، وهو الكلام اللي كتبه نجيب ساويرس، واللي سأل وقال عايزين نعرف مين الفاعل الحقيقي. الموضوع فيه على الأقل إهمال شديد جدا، بعيدا يعني عن تلميحه أنه دي حتى إرهابية ولا أبصر إيه، بس في أي دولة بتحترم شعبها لازم يبقى فيه تحقيق حقيقي. مفيش دولة بيموت فيها 41 واحد بالطريقة دي. سمعت الناس بيضحكوا دلوقتي ضحك سخرية، فيش دولة بيموت فيها 41 واحد بهذا الشكل والموضوع يمر عادي. ساويرس كتب تلك التويتة، دي بداية المشهد الساويرسي. لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل. الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا. عزاء مصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين، لأن كل من يعبد الله حزين. بعد ما كتب ساويرس التويتة دي عمل حملة جديدة جدا من اللجان الإلكترونية تابعة للمخابرات المصرية على نجيب. الراجل زي ما انت شايف قال عايزين نعرف مين الفاعل، عايزين تحقيق، على الاقل يتحاسب اللي اخر الاسعاف والمطافي وساب الناس تموت. فتعامل عليه حفلة غير مسبوق، خرجت لجان الإلكترونية تعمل هجوم على نجيب. ازاي تقول ان الحادثة ارهابية؟ يا جماعة انتوا اي حاجة كنتوا بتقولوا الحادثة ارهابية بتلبسوها للاخوان. الحادثة قضاء وقدر والدولة ما اثرتش يا نجيب. الكابتن نجيب مخنوق من الجيش عشان الجيش مقفل عليه في السبوبة. ده كلها حسابات بقى الكترونية. بص بقى هم ساووا الحكاية فين عشان تعرف ليه هم مخنوقين من نجيب. فلازم يعمل قلق شوية عشان يبان انه موجود، ونقعد نكالح في بعض واحنا قاعدين نتفرج على الفاسدين اللي شافطين البلد. مهرجان الجونة منتظرك يا نجيب، راعي الفتنة نجيب، راعي الفتنة نجيب، دي عينة كده يعني. اللي متابع نجيب ساويرس هيكتشف ان بقاله فترة متحول ببجاحة من رجل اعمال لناشر فتن وبلبلة على تويتر، وبيجند اي موقف للتشويه والتحريض على البلد. بقى فضله تكة ويبقى متخفي البنا. لسه اللي فات التكرم متخفي في توب البنا، فضله تك. بقاله فترة تحول ببجاحة من رجل أعمال لناشر فتن وبلبلة على تويتر، وبيجند أي موقف للتشويه والتحريض على البلد. ولازم نسأل نفسنا هدفك إيه من المتاجرة بالأحداث وآخرهم كنيسة أبو سفين، وإنت كصعيدي وملياردير عملت إيه للضحايا قبل العزاء والتشكيك في الحادث؟ أنا بوريك ليه الأداء اللي كان بهذا الشكل قبل ما أقولك ليه. تايه علاقتك بالمسيحيين؟ اسم الديانة فقط، حساب الجيوش الإلكترونية كلها. تايه علاقتك بمصر؟ الجنسية فقط. تراجع كل حياتك مهرجانات ومساندة قاعة طرب والفن، انت بتساعد الأقباط فين؟ انت تعرف ايه عن الناس ضحايا كنيسة أبو سفين؟ اكيد سمعت عنهم من النت لما ماتوا، صح؟ يا من تحاول اشعال الفتنة. نجيب ساويرس بقى يتقال له كده يحاول اشعال الفتنة؟ سبتوا ايه تقوله لنا؟ حد ينادي بطوط يا اخوانا، قصدي نجيب زفت ساويرس. في ناس اثاروا الشر وبيتكلموا عن اكاذيب واشاعات ان هو توادرس، شكله كان المخابرات كتبت له عشان يضرب. انت نسيت الستين كنيسة؟ ده ساويرس. نجيب ساويرس رد على اللجان وقال لهم يا جماعة انا قصدي الاخوان، تعرف ما لما لهمش تمن اي حاجة. لا ما كنتش اقصد كده خالص، انا قصدي الاخوان. مش انتوا قلتوا قبل كده ان الاخوان حرقوا 60 كنيسة؟ انا قصدي الاخوان مش النظام، لعب معهم بنفس وسخته. انت نسيت 60 كنيسة اللي الاخوان حرقوها بعد 30 يونيو؟ بلاش فتاوي، سيبونا نحزن على الاقل. قال لك انا قصدي الاخوان، لكن الكلام ما عجبش العصابة ولا اللي جنب بتاع العصابة. وبكرته طلع قال له لا انت مش قصدك لاخوان وكذاب، واحنا عارفين انك كذاب، انت قصدك علينا احنا. بكرتي فظيع، واحنا عارفين قصدك كويس يا نجيب. ده بكري
بيقول لي النجيب وسبحان مغير الاحوال. والرياح رياحنا وطواحين الهواء بتاعتنا احنا زي ما نحب. لازم تكتب ليه الهجوم على نجيب؟ وهل الحكايه متعلقه بالتويته؟ لا. هل الحكايه ان هو بيحب يصطاد في الماء العكرة وقال كده؟ لا. السيسي وعصابته عندهم شعور قوي جدا انهم مش عارفين ياخدوا قرض الصندوق بسبب كلام ساويرس عن سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو ده زتونة الحكاية. لا ليها دعوة بان ساويرس قال المجرم يتحاسب، ولا حاول يلف الشراع ويقول قصدي على الاخوان، ولا ليه دعوة باي حاجة. هم مبقوقين من ساويرس، هيتجننوا منه، لانه هم فاهمين الصندوق النقد مبني على نجيب انه قال الجيش مسيطر على الاقتصاد، فعشان كده احنا مش عارفين ناخد القرض. وده اللي اقوله بكورتي مركوب العسكر. هي الحكايه مش ساويرس قال له كذاب، والعيل اللي بيعدي قدام الاستوديو اللي ماسك الكاميرا عارفين انك كذاب وعايز يبصق في وشك. هي الحكايه ما هو ساويرس شغال من تحت جناح الجيش زي ما كله شغال، وده مش اقتصاد. والجيش اللي خرب الاقتصاد، عشان قلت لك ان المبدا انه كان سببين السيسي بيحققهم. اولا يعمل بيزنس ويجيب فلوس للجيش عشان يسكتهم، تاني حاجه عشان درس الثوره الناس لما تثور ما تلاقيش حاجه مش تبع الجيش، تثبيت وحكايات. فكان حاجتين في بعض، انما هم هيموتوا من ساويرس. انت السبب في اللي قالوا صندوق النقد، وانت اللي مبوظ لنا موضوع القرض ده. ده اللي مضايقهم، لا الكنيسه ولا ال41 اللي ماتوا ولا حاجه، الموضوع مش في بالهم. سيسي هيتجنن بسبب القرض، وعايزين ينتقموا النجيب عشان يتكلم عن سيطره الجيش على الاقتصاد. بقى الصندوق النقد مستني تويتت ساويرس، هي اللي فهمه كده. ده من كف بصره عارف القصة كلها، واللي مضايقهم مجننهم هم الجملتين دول اللي قالهم ساويرس عن سيطرة الجيش على الاقتصاد. قلت لك الغصابة، السيسي في حالة عصبية غير مسبوقة نتيجة الإفلاس. هم متغاظين من نجيب ومستنيين له غلطة، مش موضوع الكنيسة خالص. كانت ممكن تمشي النهارده على الإخوان عادي، ما كل حاجة بيشيلوها للإخوان. لكن بصراحة من أكتر جمل الكوميديا السوداء اللي بتحصل في الموضوع إن بكري طلع يقول لنجيب إزاي تقول كده لحادث الكنيسة وإنت ما عندكش دليل. هنا سكت الطير على السطح. ده كل شهداء العيان قالوا الحادث فيه إهمال رهيب، مفيش إلا الشبشب بتاعكم هو اللي إنتوا شغال زي وزير الأوقاف كده هو اللي قال كده. إنما يجننك يقول له إنت إزاي تقول كده وما إنت ما عندكش دليل. ده بكر النجس ده اكتر واحد كان بيطلع هيقول على اي حتة ارهابية دي وراها الاخوان وقطر وتركيا وغزة ومش عارف ايه. هو من امتى بتطلعوا دليل وانتم بتتهموا حد؟ ده معتز حسابه فيه كذا، طلعت دليل يا رحمك؟ اصله كان سكران في ماله، طلعت دليل يا رحمك؟ بقول لك مستنيين هيموتوا، مستنيين لنجيب الغلط. قال الايه اللي لازم النائب العام يحقق معاه؟ خد في شهر يلا بكر وودي اخواتك، الموضوع ما يتسكتش عليه. حكايه كلها قرض الصندوق، مش كلامه على الحادث اللي كان ممكن جدا يعدي من غير ما اي حد يعلق عليه. ادعو الواد حماده بتاع سطح الواد حماده انه يعمل بتاع. هتسالني السؤال اللي اكيد كل الناس بتساله دلوقتي، فين الحته اللي كلنا بنحبها معتز؟ الحته بتاعت ان نجيب ساويرس طلع اخوان. الحمد لله بكري لم يخذل المشاهدين والمتابعين وقال الحتة اللي الناس كلها بتعشقها في مصر. ساويرس طلع اخوان، يا نهار ابيض. مفيش اي حاجة ممكن ما تحصلش في بكري. كل حاجة واردة انها تحصل، كل حاجة تحصل ابتدى. ومصر بالله عليك عمرك شفت عصابة العسكر في يوم قال لك مصر النهارده مريحه من التحديات؟ يعني مريحه يوم واحد من التحديات والقصص؟ يخرب بيتكم، انتوا اكبر تحدي وجودكم،
اكبر تحدي هو احتلالكم للبلد. قسم بالله ده انت التحدي اللي البلد بتواجهه بقالها 70 سنة. قال نجيب اخوان، هو في حد حارب الاخوان ولا فترة حكم الشهيد باذن ربه من رجال اعمال زي نجيب ساويرس؟ احنا نظر بقول لك عندهم خبل في دماغهم نتيجة القرض ده. الدنيا اتقلبت على الاخوان وقالوا لهم انتوا بتحاربوا نجيب ساويرس لما طلبوا منه الضرائب اللي بيتكلم عنها بكري، فبيقرصوا ودنه المليارديرنا نجيب ساويرس يرى ان الدولة تزاحم القطاع الخاص. ده ابو الحكاية وامها، ده تصريحه لفرنسا 24 السبب الحقيقي وخلاصة الهجوم على نجيب، فيش اي حاجة غير كده. وقال الملياردير في المقابلة مع فرانس بريس: يجب ان تكون الدولة المصرية جهة تنظيمية وليست مالكة، واوضح ان الشركات المملوكة للحكومة والتابعة للجيش لا تدفع ضرائب او جمارك، مشير الى ان المنافسة من البداية غير عادلة. هي دي خلاصة الحكاية يا جماعة، والله ولا دم الغلابة ولا كلام نجيب ولا اي حاجة من دي، هي دي خلاصة الحكاية. قلت لك كل ساعة بتعدل العصابة وعلي بابا بتاع العصابة في غاية العصبية نتيجة الإفلاس، وهم هيتجنهم ساويرس ما يعرفوش يحبسوا ساويرس. تعرف تحبس ساويرس؟ مش عارف تحبس مرتضى منصور. تعرف تحبس ساويرس؟ كان نافخك. ساويرس ابتدى يستعين بالمواقع الإخبارية اللي تابعه بعد ما خدوا منه قناة اون تي في، ابتدى يستعين ببعض الناس عشان يقول انا وطني وكويس، موقع مصراوي اللي بيمملكه والشيخ احمد كريمه بالشنطي عشان يقول انا كويس زي الفل. رجل اعمال مهندس قامه مصريه وطنيه محب الوطن ولشعب مصر. كريمه عنده جهاز بيغرد مكانه، يعني اي حاجه بتلاقيه ما بقاش يعني اي حاجه انت عايزها منه هتلاقيه. مهندس نجيب له ايادي بيضاء وفكره ناضج ونعاده وفيا محبا، وعطاءه ومساهمته دون طائفيه معلومه مشهوده، ما شهدنا الا بما علمنا. اشجب التشكيك في وطنيته. ده كريمه. اكثر الله من امثاله. كريمه: نجيب ساويرس محب الوطن ولشعب مصر. حد يبصق في وجه كريمه يا جماعه بالله عليكم عشان انا رينيشف. ورطة نجيب ساويرس مش بسبب تصريحاته على حرايق الكنيسة، بسبب ان هما السيسي عنده يقين انه من اسباب انه ما خدش قرض الصندوق، مستنيين لساويرس على الغلطة بس مش هيعرفوا يعملوا منه حاجة لانه مسنود على اللي مشغلهم او اللي مشغل العصابة او اللي مشغل عشان شايف الدقة بقى زعيم العصابة.